إذاعة إيت راديو، مرحبا مباشرة معكم. حالة التطور الصحيح نعيشنا هنا في إذاعة مباشرة باش نتكلموا معكم، باش نهضروا معكم، نكونوا معكم، نعلمكم بالأخبار وأي حاجة كانت نتكلموا عليها ونقولها لكم ونناقشوها ونديروا التحاليل والنقاش. كاين واحد الجو مع حالة التطور الصحية والحجر الصحي، كاين واحد الجو، وهذا الجو هذا هو الجو ديال رمضان مخلط مع العشية ديال العيد وشوية ديال صباح الجمعة ولا سيست ديال شهر 8 ونهار حد مع 6 بعد تخد من دراسة. الله يلا بصح. هذا هو الجو اللي عايشينه نتوما. كل شيء مخلط. خاص القضية يوسعوا لها أكثر، وحضروا راسكم أكثر، وغطوا وجوهكم أكثر. راكم سمعتوا قال لك باش ما كان بأي حاجة. وين هي اللي جيتي لوجيكمون كنت نقول شحال هذه الماسك ما يديروه اللي مريض، وين مع كورونا ما تتعرفش فريمون اللي مريض، يقدر تكون راك فيك لو فيروس وين ما باين عليك حتى عرض من الأعراض وتقدر تعادي الناس. يعني احسن سوليوشن للوقايه دي تكون هي الا درنا كاملين لي ماسك الا خرجنا. كيفاش كتقراو نتوما، فيديو ولا اوديو؟ اوديو باغ واتساب. واتساب وشحال نتوما في الواتساب؟ 30. ماشي بزاف. نو ولكن ماشي كلشي كيحضر. ماشي كلشي كيحضر. دابا نتوما حتى النهار معاش كتبغي تقراي انت الصباح؟ 10 شنو وزير باح كيقول لهم 8 الصباح؟ لا كيبقاو يصيفطوا بزاف لي زوديو الاستاذ كتبقى تسمع فيهم كتعطلوا. وكيسولوها كيسقسيوها ولا كيصيفطوا لها داك الشيء ديال الضحك؟ كيبقاو يصيفطوا لي فيديو كيضحكوا وداك الشيء. ولكن على حسب وزير المنظومه زعما منظومه تدريس عن بعد ناجحة 100%، لقد نجاح كبير على المستوى الوطني. عاد هسي وزير التربية الوطنية عاود برافو 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 عليك برافو عليك. شحال نتوما في الجروب واتساب، شحال نتوما شحال ديال الولاد والبنات؟ حنا دابا شي 58. 58 كلشي تلقى واحد 58 واحد في الجروب. وكتقراو مزيان كلشي ماشي جروب واحد. ولا تكون الروين عندكم في هذاك الجروب ها؟ واللي كيصيفط الزوديو واللي كيصيفط الفيديوهات واللي كيصيفط التصاور ياك؟ ياك. كنقترح على 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 على, على, على كنقترح انا التلفازه على التلفازات على الدوزام الاولى على التلفازات يدوزوا هذه الوقيته هذه للناس في الدار والكونفينمون والحاله الطوارئ الصحيه يدوزوا يعاودوا يدوزوا الرسوم المتحركه اللي عندهم اللي تفرجنا فيهم فاش كنا صغار. لينا غادي تكون واحد الفرصه واعره ان الاباء يتفرجوا مع وليداتهم. وغيكون واعر القضيات. توب تري بون ايدي والله العظيم. I was something just like this. دو 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 ما مشيتش على بقى هداك مشيتي وخليتيني هزين كويتيني. خمسة الناس غيجربوا الحد ديالهم، خمسة الناس غيجربوا الحد إلا اللي جابها فيهم لاصقة اللي عرف الصوت شنو حاتم هو الشاد على شنو هو الصوت هذا اللي جابها لاصقة غادي يربح القفة ديال إتقان و 1000 درهم ديال الجمية. دابا يلا انا تنقول تنظن ان ديك الصوت ديال دولي فرنسا فتتبقاي وحده في الجعبه فتتبقاش مخداها. وي يونس راك جبتيها لاسقاش. اخر واحد اللي جرب دابا انت رشيدة انت هي الخامسه اللي غتجربيه وقلنا لانه هاد اللعبه هادي فيها خمسه اللي غادي يجربوا. إلا حتى واحد ما عرفش شنو هذا الصوت وانت الخامسه اللي ما عرفتيش الا شفتي لاصقاش ما عمرنا غنقول لكم شنو هذا الصوت. هذا الصوت شنو هو؟ مقص الضفائر. وعلاش قلتي انا مقص الضفائر؟ انت سمعتك هضر في الصباح وبقات لي في بالي ديك الهضره قلت وجاني الصوت بحال الصوت ديالو فهمتي. على قبل 1000 درهم عند جوميا على قبل قفه ديال اتقان راك جبتيها
لاسقار قصة الأطفال أنا أنني هدرت معكم وما عرفتش شنو نقول شكرا. اللي كان واحد نمر مقنع وأنه كان هو كان هو مصارع وكان نفس الوقت كان هو صحفي وكنتي حتى في المدرسه زعما ما كتقولش صاحبك راه هو راه تامر ولا نمر مقنع ما كتقولهاش فهمتي حتى بالنسبه لك راه قال لك راه هو انت بغيتي تقول عارف. انا كنت عايش اللقطه بحال هكذا. اي جينيريك بغيتو غادي تسمعوا ديال الرسوم المتحركه 05 30 300 عيطوا 05 30 300. في فخر غريب الوقادة في عالم الارقام ضعنا الف صديق نعلم أن نعيدنا الأمل من عالم الديجيتال. نقصان غيزة ما كاينش راسك روكستار في هذه اللحظة. كيفاش؟ كتخيل راسك بحال شي روكستار في هذه. واو بجد بجد بزاف. ما شتيش مومو شنو داروا الاستوديو ما شتيش باش تفش. هذا كيفاش هو قال النار قال خاص تحليو مع القرقان 120 حالة جديدة وصلنا ل 883 الشوكة. الو حبيبي مي حبيبي لاباس كلشي بخير شخبارك؟ الحمد لله انت لاباس؟ الحمد لله كلشي بخير ولا خير الحمد لله. دوزنا نهار زوين سمعنا لي جينيريك تاع الرسوم المتحركه ساعد ما كان حنا كنتسنتو الرسوم المتحركه تبرعنا اليوم سمعت برعتونا حتى حنايا ياك بصحتك لاله كلشي بخير سيما لاباس عليها مشاش رمضان الشبانه كلشي لاباس. هذا الجينجل البرنامج كاينين جوج ديال لي زيسي كاينين جوج ديال الجينجلات البرنامج ديال بابا تمو ولكن ثلاثه كاع ايوا مزيان الى قوى الخير هادو الموسيقى واخا هادو لا بالصوت اللي كنتي سجلتي ذاك الخطره ملي كنتي تهضر معاها وغنيتي جينيريك او صوبتو به موسيقى واو راكم واعرين فما واخا الموسيقى هذه هذا هو الموسيقى البرنامج شويه سمعها واش بغيتي البرنامج ديالك انت ماما تمو واش بغيتي ولا ما بغيتيهاش سمعي ماما وقيل عز الدين صوب جوج وايو صوب واحد واحد شقا في كاتيجوري عز الدين صوب جوج وواحد صوب واحد تبارك الله زيد اسمعوا الثاني ماما هذه شي مقدمه ديال شي رسوم متحركه ماشي ديال البرنامج. شكون اللي عجبك هذا ديال ايوب ولا ديال عز الدين؟ ديال عز الدين هما الاولانيين وديال ايوب هما الثاني. ما عرفت كلهم ماشي تما. برافو الدراري عاودوا يخدموا عاوتاني على هادشي هادشي صافا باتش. شنو نقدروا نزيدوا مثلا شنو اللي عيان في هادشي هذا؟ الموسيقى ولا شنو؟ كل شيء كل شيء صار هذا زيرو كل شيء شمال ياك انا ما نجيش كل شيء ماما مسمو مو داير لا داك التوليا لا لا واش هذا اللي هي؟ طيب فراسك امي خصك شي حاجه قولها لي واخا سلامتك حبيبي. الله يسلمك امي الله يسلمك راك حبك على خير انا حبيبي كنموت عليك حبيبي الله يحفظك امي تصيف راسك شكرا لكم الله يبارك يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين.